لو الحكايه فيها ان فيتو صباح الخير قال ما شفتهم حاله وطالع نازل لوحده ما فيش اي حاجه وعمره ما شوف البلوك كله هو كان كذا سنه عمره ما اتخانق معاه عمره ما جاب ما شاف ما زعل حد في البلوك. طب يوم الحادث انت يعني صورتي ازاي الحادث ده او ايه اللي حصل بالظبط؟ يوم العشاء كان موجود حدان العشاء كان نازل من هنا تمام كان تم عامله اكل وياكل جاي ياكل وكان يعني بيقولك بتاع معلقتين ثلاثة بس كده وأخويا ومش عارفة ايه كان هو بطريقة وعملتها له وتعشى وراح ونزل لقيتها بتجري وراها على السلم يا محمد تعالى كل يا محمد تعالى تعالى يا ابني ما كملتش أكلك ليه راح نزل نزل بيقولك هو نزل من هنا وراح يتاخد تحت على طول من قدام البلوك يعني وراح متاخد في ساعه قالت بقى اقولها الناس ايه ده هي على الساعه 10 كده هي بيخرجوا بياخدوا كده وبيخرجوا مع بعض ما فيش بعدها بربع ساعه واحد بينادى عليهم تعالوا ابنكم في المستشفى طب انت بالنسبه للجرايه لهم طب استقبلت الصدمه بتاعت الوفاه دي الصدمه كانت للناس كلها والله العظيم للناس كلها مفاجاه محدش يتوقعها ابدا والله العظيم كانت للناس كلها منظر ما لحد دلوقتي الواحد مش مصدق طبعا خلال الفترة اللي فاتت ما سمعتش ان مثلا بتعاطى شرب مخدرات او اي حاجة كان بيشرب سجاير؟ ما اعرفش حاجة زي كده خالص انا اللي اعرفه ان هم ناس غلابة وفي حالهم وشقيانة مش شايفة ولا يعني لما تفقد دم عشان تتأكلهم.